ده هنا مدخل العمارة، كل واحد له مفتاح للعمارة، وده سيراميك داخل كده رخام، مدخل العمارة، مدخل شيك ونضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 75 متر صافي، كاملة عدادات، كهرباء ومية وغاز. الشقة كلها بورسلين. هنا في جبسون بورد ما شاء الله، كلها جبسون بورد. ده هنا ريسبشن ما شاء الله، قطعتين مرتاح. الريسبشن اهو يا جماعة، قطعتين كبار مرتاح. بلكونة واجهة بحرية ما شاء الله، بلكونة كبيرة. هنا قدام الأمن المركزي، يعني مش مجروحة، قدام الأمن المركزي هنا ما شاء الله. شجيرات تحت البيت حلوة. الشارع واسع، شارع 20 متر واسع، شارع كبير، تعتبر تاني نمرة من مصطفى كامل جنب شركة المية. شارع سيف، شارع سيف، شارع جميل مش مجروحة، الشقة مش مجروحة، كاملة عدادات، كهرباء ومية وغاز. عندنا هنا فوق عداد الغاز في مدخل الشقة، في غرفة، في غرفة على الشارع، كلها بورسلين زي ما احنا شايفينها كده. دي غرفة على الشارع مع ريسبشن. كريدور هنا في مطبخ مش مجروح، مطبخ كبير. هنا الغاز اهو، عداد الغاز، وصلات الغاز للسخان وللبوتاجاز. عندي هنا حمام، دي غرفة كبيرة، غرفة كبيرة جدا، غرفة 5×6، فيها شباك تهوية، كلها بورسلين. يبقى هنا غرفة كبيرة، حمام، كلها بورسلين. يبقى هنا غرفة كبيرة، حمام، مطبخ كبير، ريسبشن كبير قطعتين، ريسبشن قطعتين كبار، ريسبشن قطعتين كبار. وعندي البلكونة كلها على الشارع زي ما احنا شفناها، وفي هنا غرفة مع ريسبشن على الشارع. صراحة حاجة جميلة جدا، وسعرها مناسب جدا وفي متناول الجميع. ربنا يبارك لصاحب نصيبنا.